السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو لأبو داخيم بطل المغول. نكمل فيه سلسلتنا اللي قاعد نحاول فيها نوصل الأقوى بطل في تاريخ المغول. خطتنا اليوم أن نوصل لكلان تير 6، وهي سهلة هذه بالأمية، وعندنا أيضا ودنا نرفع بعض المهارات نوصلها الأرقام أعلى. في واحد من الشباب طلب أن نوصل المهارات لفوق 300 بدال لا نوصلهم فوق 200 أو فوق المهارة اللي نبيها. يعني مثلا اذا جينا حق المهارات هذه احنا موقفين عند 260 لان احنا نبي هذه النقطة، يعني 250 وقفنا بس ان احتاجنا الكروسبو في بعض المعارك فرفعنا لها 261. في بعض الشباب او اقتراح من شخص معين يعني طلب ان نرفع المهارات هذه لفوق ال 300، فشوفوا انتم واعطونا رايكم، هل تبون نرفعهم كلهم فوق ال 300 او اغلبهم يعني اللي نقدر عليهم، ولا نخليهم يعني نلعب شويه من هذا وشويه من هذا وخلاص. ولازم اني اشكركم شباب على الدعم والتشجيع المستمرين، يعني الفيديو ينزل ياخذ له 500 لايك، هذه ارقام حلوه والله، انها تشجع وتحمس الشخص. لهالسبب راح نخلي السلسله يومين، الثلاثاء والجمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت الكويت مثل ما قلت لكم. فاليوم نبي ندمر اليابانيين بس نبي لنا سلاح. عندنا اذا لاحظنا عندنا 214 التو هاندر، هو اضعف واحد فنبي نرفع شوي، فنبي لنا سلاح من الاسلحه الملكيه. وعندنا السلاح هذا زفاي هاندر بي اتش، فيعني تو هاندر بالالماني، فناخذ لنا واحد زفاي هاندر على قولتهم. وين راح؟ ولا اخر شيء ركب لنا اياه، يا سلام، ورمحنا هذا قفلوه. وايضا بنفس الوقت ودنا ان نستخدم بعض السياسات في الدوله، يعني تعرفون احنا كملك لازم انك تستخدم سياسات، خصوصا اذا رحنا حق الكلان نفسنا ولاحظنا مدننا، نلاحظ ان عندنا اللويالتي هذه 51، حلو، هذه 33 لان ثقافتها تختلف عن ثقافتنا، فنبي شيء يرفع لنا اللويالتي عشان ما يخونون الناس و يعني يعلنون علينا الحرب بوقت غلط، فنبي ندور لنا بعض المهارات. فجريزن رايت هذه راح ترفع اللويالتي نص باليوم بس تنقص لك انتاج القرى يعني ربع، وعندك هذه بعد تعطيك زيادة، هذه تعطيك زيادة اذا كانت نفس ثقافتك، بس احنا المشكلة عندنا بالدول اللي مو نفس ثقافتنا، هذه ما حد يشجعها بس اننا بنمشيها غصب، يعني احنا الملك ليش يعني، فنبي نستخدم القرار هذا ونعلن القانون الجديد اللي هو جريزنج رايتس، فيرفع لنا شوية لويالتي. خلينا نشوف مدننا ارتفعوا باللويالتي، لا اوكي هذه زادت باللويالتي واحد، هذا شلون ما زادت؟ بلى راح تزيد نص، اوكي عشان كذا مو حاطينها. فنطلع اخر شيء يكتب لك اكسبكتد تشينج، التغير المحتمل 1.1، حلو. فنبي نكمل طريقنا، بنروح لليابانيين، نبي نحارب كورينيا كاسل اول شيء. واحنا بطريقنا لكورينيا الويسترن امباير قالوا ليش ما تاخذ سيرونيا بعد مره واحده؟ فاعلنوا علينا الحرب. ما ادري ليش. يقولون اذا سوينا وياهم معاهد سبعت ولا شنو جيشك هذا؟ لا يا الربع شكلها بتصير معركه اليوم. اي استعدوا. بسيج. خذ لنا هذه. شكلها بتصير معارك حلوه اليوم. جيب لنا الرامات المنجنيقات. اوه تحمست حيل. جيب لنا جيش بعد. منو تسلور 135، حلو. تعال نبي ناخذ القلعه، بعدها نبي ناخذ سيرونيا، ونبي ندافع عن مدننا، ما نبي احد ياخذ اراضينا. هذا يقول سو سلام مع التستوجن. منو اللي يقول سو سلام؟ منو اللي يقول سو سلام؟ كروم يقول زين اذا سوينا سلام شنو، هل راح ندفع احنا فلوس ولا المفروض ان احنا ناخذ فلوس؟ والله فكره حلوه السلام، بس خلينا ناخذ هذه بعدين يصير خير، لان نبي اونيرا ونبي كورينيا، اذا خذيناهم وضعنا طيب، لان بنهجم على سيرونيا وبنحارب هذول على طول. منو اللي زاد؟ روى شنو زدتي فيه؟ بالون هاند كملنا. شنو هذا؟ نيو اونر اوف اونيرا از ابو داخيم، حلو. والله شنو مشكلوا فيك؟ لا تقدرين
كل ثقة. والله قاعد يجمع جيش، يا سلام. إيه هذا اللي نبيه، هذا اللي نبيه. خذوا لنا أونيرا الربع، هذه 456 جندي جايبها هذا. بس كم باقي على الحرب؟ بيعلنون السلام. أوكي نعلن السلام وياهم، نعلن السلام، نعلن السلام. خذينا أونيرا، ما أعتقد إنه راح يمدينا ناخذ المدينة هذه، بس على شرط إنهم يدفعون لنا فلوس ولا أعلن الحرب مرة ثانية على طول. يا سلام، هذا راح يعطينا فلوس زيادة حيل. فهذا جيشه واجد، أتوقع إن ربعه راح يحاربوننا بعد. حلو، هذا قاعد يحاصر ميزيا، ما يستحي على وجهه، والله ما يستحي. منو اللي محاصر؟ أوروس. ها الجيش هذا ما راح نذبح منهم أحد، ما راح نعدم أحد منهم. ليش؟ نبيها تصير حرب، نبيها تصير حرب ونبي تشتعل. فمتساويين تقريبا في المعركة، أعتقد حتى لو نعطيها سند تروبس أتوقع أن نقدر نفوز في في الأرقام هذه، خصوصا مع التكتكس اللي عندنا. بس أنا بقود المعركة، بجرب الزفاي هاندر الجديد. المعركة شكلها تفضل السهام شوي، بس أن بنفس الوقت راح نستخدم جنودنا لأن عندنا المشاة أكثر بواجد. فتعال، أوه ماي قدامنا نهر دجو، تعال 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 قدام، تعال قدام. كم مسافتهم؟ 200 متر. اي تعال تعال هني يمديكم، واحد هني ولا واحد خلكم هني. ها خلكم على سكوير، ايوه هني بالضبط. اربعة ابيكم تاخذون في ستة، ثلاثة اخذوا في ستة. حلو، وين التوهاندر مالنا؟ قول سوجي شنو هذا؟ ولك يقص راس حصانك هذا. حلو، قول هذول طايح شلون واقفين؟ شنو الصفة هذه؟ يعجبك لو عندك رسبو. ها هذول رماتهم واقفين قدام، يا اخي ايش في الكمبيوتر؟ يهجم رماته قبل يشوفني حاط الرمات يمكن، ويقول لا خلنا نهجم الرمات دام انها رمات برمات. ما ادري اني موقف الرماد كذا عشان هربين قبل لا يوصلنا. اشتغل عليهم، اشتغل عليهم، وراكم ألف تذبحون، دير بالكم. اوه تعال شكلك بتموت بالتو هاندر انت. اربعة دمج، لا سوجي لا يكون كذي، لا شوي شوي. خفت ان دمجه ضعيف حيل، عرفت؟ وانت وهق داخل المعركة نجرب. ولا شنو بطيء، واحد دمج لازم تضرب بالسيف. بس شنو الرينج هذا؟ رينج سبير هذا. عبسي مات، الله اعزائي عبسي. رفيجي بغى يطعني شفتوا؟ بس انا بس بتاكد انكم ملاحظينه يعني. حتى انا اذبح ربعي يعني، مو بس هم يذبحونا. اربعة روحوا في ستة الحين. يا الربع بيكم تسمحوا لي بس بدش مع الربع. هذا شكلها مخش معركة. زد حطلنا توهاندر، جميع القوات تشارج. هجوم ايه يبي له مدى ابعد شوي، لأن لازم تضرب بالسيف نفسه بالسلاح بالحديد. لا نكبة، هذا مو نفس الرمح مالنا، بس نبي نزيد البلاء يعني، نبي نزيد التوهاند يعني. هذا شيء من صالحنا ويعني ما يضرنا حيل. اتوقع ان الرمح ينفعنا اكثر، بس في اسلحة مو هذا السلاح الوحيد اللي جايب لنا يا سوجي يعني، اذا ما لاحظتوا في السلاح اسمه الماني، واللعبة يعني ما تسمح بالاسلحة الالمانية، لا تسمح، بس انه مو عندنا احنا، مو بالمودات القديمة. شوف مدى اخيرا مات. بحذف هذولا اي، وهذا بعد ما تشتغل. لا تعبرون النهر يا شباب، اول واحد فيهم خطا هو فخ، حاط لنا فخ.
لا يذبحونكم، ترى تعبت وانا رقيكم ولبلكم. شباب خلوني اطق على راسي، والله نكبه خير. ربعي اعبر النهر. اخيرا كفى، تعال تعال. يمكن لان التوهاندر مالنا مو عالي، يعني امبريال سبير اوكسلا. حلو طاحوا اثنين، كمل على هذولا. وناس اذا دمك واجد، ها دمك واجد ودرعك عالي، طيب تلفهم هذولا عليك وروح يا الربع. كمل كمل عليهم. بوسطن قاعد اقاتل، والله اني بطل يا الربع، والله اني احس ابو داخيم. كفو والله يا ابو داخيم، قطع روسهم. ها كل هالطق والصراخ، اخر شيء ذابحين 57 حتى بعد ما خلونا نذبح هذا. ها هذا هذا 58 زدنا شيء عاد بالتوهاند، زدنا 7. زين زين على الاقل زدنا فيها شوي، ف يعني خوش سلاح خوش معركه. فمثل ما تكلمنا يعني عن القوات هذه، راح نطلق صراحهم. ذبحنا اليابانيين، بس الرومان ما نقدر نذبحهم، لان يعني هم اهل الديره، احنا جايينهم غزال الامانه يعني. فلازم نطلق صراحهم، تعدلت علاقتنا مع الناس بعد شوي. فنشوف اذا نقدر نرجع ونلحق على المدينه اللي فوق. بنفس الوقت عندنا يونغ زاد، صار 25 في الليدرشيب. وينك يا يونغ؟ تستاهل تستاهل. هاك هاك ما ادري شنو، بس كنا لفل بعد. خليه يولي نلفل كل ربعنا اخر شيء. سكر هذه سكر هذه، قاعد يحاصر مدينتنا اللي هي ميزيا، فانا بنحاول ان نوصل لها باسرع وقت ممكن. ربعنا قاعد يسترجعون قواتهم، يعيدون تنظيم نفسهم. بس ميزيا مثل ما قلت ان هي راح تكون المدينه الاولى، عشان كذا ما كان ودي اخذها حقي انا. بس كم جيشك؟ 400 بس، محاصر مدينتي ب 400 جندي. تعال 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 اطرح. التو التو سكر عليه من اليسار. اي كفو، عندي عندي الموضوع ما عليك. فانا بنسوي اليوم، واحد من الشباب طلب له شغله، فانا بنجيب القوات كلها. زين نبي نطق اف 3 ونبي ندخلهم كلهم تحت رقم 9. حلو او 8. زين نبي نعطيهم هولد فاير، نبي نعطيهم سكوير فورميشن. زين ونبي نعطيهم ايضا ديسماونت. ف كل الخياله ينزلون من خيلهم، والرمات ما يرمون. واحد تعالوا هني، صفوا يا ربعي. وين قوات العدو؟ كاه كاه يا ربعي يا ربعي، اركي دوركي دوركي. كاه كاه عليهم. ايهي استدرجهم لكم اف عليك. ها في احد ثاني، شوف شوف وياه، يمشي وياه يمشي وياه. لا يجي شي. وين الباقي؟ انت خذها ربعي. وينكم وراي؟ ها هي مش مش ما عليك ما عليك، في خطه في خطه. تعال شباب عندكم الموضوع. ها اللي يطوفني، لا اللي يطوفني لا يعيش. حلو شباب، لحظه قاعد احك خشمي. امشي امشي امشي. عاشوا 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 هذاك الاعداء. ها والله سيف مداها طويل، بس امشوا امشوا وياي امشوا وياي امشوا وياي. هذول هم تشوفونهم، هذا هذا ثاني ثاني ثاني. افا اذبحوا اذبحوا شباب، انا قايل لكم لا يروح. مات منهم، قاعد يموتون ربعنا. تعال تعال بسرعه بسرعه يا الربع بسرعه. تعال تعال روح روح هناك روح هناك.
فولو مي فولو مي فولو مي. شوف انا بحذف رماحي اول شيء عشان بلفل الدرونج، بس برفع الدرونج. حلو ذبحنا واحد. ها طق بقصات في الهواء يا الربع، قربته بسرعة 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 بسرعة، لا يحذفوني برمح العين يذبحوني. شارج وهقوهم. ايه دشة بدشة، خلا يشوف انه جيش اقوى. كفو والله يا الربع، عاشر. يعجبك لو عندي رمح ولا سلا طقه من فوق صد. احنا نروح نذبح السهام، على الاقل ما عندهم دروع. طلعوا عندهم دروع، تعال تعال عند هذول. نذبح هذول. وقف وقف شباب، ليش قاعد ترجعون؟ ليش قاعد ترجعون؟ ربي قاعد يحاربونكم يذبحونكم، تنحاشون ما يصير، عيب عيب. حلو جيه. اح شكلي رحت بعيد. لحظة لحظة هوبا. ها وينكم؟ تدرون شلون؟ بعد عشان نكملها. يلا وين جيم بلاي؟ شيل البانر كامل. ربعنا يبينون الحين صاروا اسود. هذول حمر تشوفونهم. مو مع اليابانيين، من اليابانيين وهقونا. استحامي قل له اخيرا ذبحنا مجموعة. كنت اشك ان السلاح ما يقدر يطيق. هذا عدو ولا نحاش؟ ها انت بتلحق هذا. مالك عندي مالك تعيلك، عندي فعلي لوتر لعبتي. وين؟ اوه توهم طالعين هذول شكل المساكين. شا تسوون والجحافل هذي جايتكم؟ ها تنحاش ولا يعني تبي تسوي نفسك جاي تذبحني وتنحاش؟ ها عارف حركاتكم، عارف. تعال 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 اذبح الاثنين هذول، اذبح. لا ما يصلح بالقتال على الجبال. اذبح هذا اذبح هذا، لا يروح لا يروح لا طلع 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 رجع. آه يلا كمل كمل يا ربع كمل، ما عليك. اركب اركب الحصان. عاشوا. فوصلنا كلان تير 6 وقعد تعدل علاقاتنا مع الناس مع الربع كلهم. لما ندخل المدينة شوف السجناء ايش كثرهم. ايه هذا الشغل. التو هاندر وصلنا فيه 227، هذا يزيد الاتاك سبيد حق ربعنا. والله الظاهر اني والله الظاهر اني بشتغل على الملي. خل زيد 2%. ها بس 100%، ابي 2%. هذه العاده اقول لا، بس خلينا نلفل ربعنا اخر شيء اخر شيء. فعندنا البريزنرز كم سجين عندنا؟ 167. في احد بيجي قبل لا اقطكم قبل لا بيعكم؟ ما حد بيجي. ها يلا روحوا. 7000 فلوس، يا سلام. وصلنا 167 سجين وما زادنا بالروق. ليش؟ والله يبيلنا بعد ليفل عشان نطق هذه الكاننج زيادة واحد، نطق الشارم واحد، نحط نقطة بثروينج. هذه نبي هذه تزيد لنا 20% اللي نشيلهم السجناء اللي نشيلهم. الحين عندنا ترى مكان عشان نفتح محلين. المفروض انه فاتح محل من قبل، بس انه يعني لو تلاحظ محلاتنا قاعد تجيب لنا فلوس واجد. نبي نفتح لنا بعد محلين عشان يجيبوا لنا بعد 1500. ودي اني افتح واحد بوردنكار اورتنغارد وواحد يمكن بلتخاند، نحط لنا حق الجلد ولا الصوف، او نفتح بامبريلا. تعالنا بنفتح بامبريلا الحين، خلينا نروح نفتح لنا واحد بامبريلا. واحد هني ميزي ميزي. اول شيء نبي حق الحرير اللي عندنا هذا، نبي نحوله لبس اذا نقدر. هذا لوريوس ذا برور، حلو. ما نبي منك شيء، نبي الشبوركر مالك هذا. زين بنشتري المحل مالكم، بس نبي نحوله. والله اللينن هذه اعتقد انها هي يا اللينن يا الفلفت، اعتقد واحده منهم. فخلنا نشوف اللينن شنو يبي له. فلاكس، الفلاكس قريب اصلا. لا let me think again. الفلفت هذا يستخدم روسلك.
هذا اللي نبي. يس اعطانا 12000 او دفعنا له 12000 وخذينا المحل هذا محلنا، محل الدخمان الجديد. اطلع برا يلا محلنا مو هذا، نبي الثاني، نبي اللي خذينا محله. خلاص خذينا مكانك يور هاينس سعادة الملك. فالحين ودي اني احاصر سيرونيا. ليش باخذ سيرونيا؟ عشان فيها المناطق. اوه نيرا تحت الحصار. منو؟ ابيلاتوس. خونت فينا يا ابيلاتوس، ارفع لنا هذا. ليس هذول يقولون خلينا نسوي سلام مع الخزيت. والله انت والخزيت يعني 242 جندي عندهم. فمنو اللي يقول ايسور؟ خلينا نشوف، خلينا نعطيهم وقت عشان الناس يصوتون وبعدين احنا نصوت اخر شيء. خورجين جاي يدافع عن المدينه. شوف اذا هذه عليها يعني للحين فيها حصار، بس ان الظاهر شالوها فانتهى الحصار. فتعال على المدينه هذه اجل. هذه قبل ما كان فيها اكل، اللي اذكره ما كان فيها اكل، فكانت على طول تسلم. اي ماينص 46 حيل ما عندهم، ميتين جوع. 264 اسير على طول كذي. رقلنا شيء؟ ما في. اوكي ما عندهم لوت، ما عندهم شيء. والله فقاره، فقاره حيل. شو ميرسي، شو ميرسي. فنعطيهم ريكروت اول شيء. ما عندك عنده فيجل جيب لنا واحد، ودام انه ما عندهم اكل اصلا فخلنا نبيع عليهم. طالع عندهم اكل بالمدينه ولا ربعنا توهم باعوا عليهم؟ والله يسوون الربع تجار ترى. على طول باعوا كل شيء. عطى عطى هردود شويه. خلي يرفع لنا شويه سكور بالتريد. انزين هذه وعطر انسم زاد 2 بالروجري. ها تعال، ترى قبل كان في بق انه اذا طقيت من داخل اللعبه ما يعطيك الروجري واجد. فالحين بنشوف السلام مع الخزيت، وعندك 2 صوتوا زياده، فهذا راح يعدل علاقتنا وياهم. بس لا يكون ندفع فلوس، اهم شيء لا ندفع فلوس. لا بدون شيء، سلام ابيض. خلهم بعد خسائرهم اللي الخسائر اللي حاشتهم يعني مو طبيعيه. نبي ندخل الارينا نلعب لنا جيم. السبب اللي خلينا ندخل الارينا ان نبي نسولف معاكم يا شباب، ويعني نقدر نحارب ونقدر نذبح الناس. ونسيت اني شايل الالوان، فما ادري هذا هذا ابو درع رفيجي. الارينا باللعبه هذه احلى، كنا ما حد عنده شيء حذفه. صارت شوي حلوه، مو شوي حلوه، صارت بعد سهل يعني. شوف الحين خليت رفيجي ياخذ ظهرهم، انا اقدر اذبحهم اذا التفتوا علي. اخر شيء الطلول بطلي. والله انك خوش قائد، خوش قائد يا بطلي. ابي ارفسك، ابي ارفسك. تكفى تكفى برفسك، تكفى برفسك. اح بطلي تذبحني، ارفسك كنت ميت. القلعه هذه عندها سلك نبي ناخذه، لان هذا حرير زياده، فمدينتنا ومصنعنا راح يزيد اذا قدرنا ناخذه. ربعنا هذول اخذوا اسرى والاعداء. شنو هذا؟ منو اللي قاعدين يسلين سكيبت رومونيرا؟ فنبي نحاول ناخذ المدينه هذه. اونر اوف سيروناي يا حبيبي، واضحه هذه من الاونر. زين تعال خلينا نشوف الكلان اول شيء. نبي نشوف اراضينا اللويالتي شلونه. 40 36 حلو، قاعد ترتفع اللويالتي شوي شوي. هذا ماينص 3 ليش؟ راح يتعدل، راح يتعدل بعدين. ما عليكم ما عليكم. هذا بعد قاعد ينقص ونيره. عشان الحرب اللي توها سكيورتي لازم نأمنها، لازم نأمنها. فلازم ناخذ القلعة هذه، هذا اللي فهمته أنا منهم. فنبي ناخذ القلعة بس نحط المدافع شوي. وأنا قاعد أقرأ الكلام اللي تحت ما انتبهت إلا 850 90 يعني شوية جنود جونا ودهم يموتون، بس ودنا يحاربونا الحين قبل لا تغيب الشمس. تكفى حاربنا الحين. فهالمرة نبي نسوي نفس الحركة، بس عطنا كل القوات. 0 3 5 اللي تخليهم كلهم تحت رقم واحد، بعدين اعطيهم 3
في ثلاثة في ثلاثة ونخليهم على سكوير وتعالوا كلكم هني. ذكرت معركة الصخرة ها؟ بس هذه بشكل أفضل يعني، لأن ربعنا كلهم موجودين وهذولاك وينهم؟ يلا يلا تعالوا ننطركم، أنا بصعد فوق هني وبنطركم. يلا اصعد 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 أبو داخل. شو يا الربع، ألصق ألصق هني ألصق. أيوة لا حد يجي حصاني. وين النداء؟ والله يا أخي أعتقد أن التشكيلة هذه ما لها حل. طيب شلون واقفين ربعنا؟ يدشون الخيالة ما يقدرون يسوون شيء. احنا نوقف نقطة نصهم من فوق ونذبح ربعنا بعد. خانز جارد لكن ذبحته. اي والله ذبحته. زين حطوا الكمبيوتر هو اللي ذابحه. هذا واقف رمحة. لا وخر هذول جايين يركضون والله. القائد هذا اللي راكب حصانه يعني على بنا قوي، ودي نذبح حصانه. لا ما مدعنا. زين من وين جاينا الاداء؟ من كل مكان. هذه وحقة. حلو كل القوات تشارج هجوم. سكر عليهم. هم الحمر ها شباب، مو تطق السود شباب. هذا رفيجي قاعد اطق اسود بعد اخر شيء. هذول ما عندهم دروع. ايه تبي تشكل ها، تبي تعيد تشكيل قواتك. ادري فيك يعني على ظنك منهاش، بس انك تقص علي يعني. تقص علي سبع مرات اصيدك اخر شيء. نذبح الهواكسيا. لا ما نذبح الهواكسيا. هذول جايين يفزعوا لي ربعي. والله كفو والله كفو، ما يحتاج فزعه يا الربع ما يحتاج. بس الله يعطيكم العافيه، ما قصرت ما قصرت. الحق ينقى. اوه هذول عدانا لكن قاعد يزور ربعنا. رايحين الصوب الثاني. ربعي انا هني. طلع لعد ولا طلع هذا بدرع. ايش انت طالع شو طاق الدرع؟ والله ما قصر فيهم. اذبح هذولا دام انهم معطينك مظهورهم عشان نأدبهم على خوارم المروءة. انك ما تعطي الرياجيل ظهرك عيب. زين منو بعد باقي فيهم؟ هناك ها الربع. هالصوب هالصوب. امشوا امشوا وياي امشوا وياي. هذا على بنا منهاش ها. لا اصيدك برمح ولا ما ذبحتك. شنو درعك انت؟ يلا يا الربع شكلوا شكلوا شكلوا. لا تخلون لا تسمحوا لهم يعدلون وضعهم. على طول هجوم هجوم هجوم. اذبح اذبح الرياجيل. وين باقيكم؟ وينه؟ خيالاتهم جاتنا. دمي شوية بموت. بزبنكم بزبنكم يا الربع. اذبحوهم ها ما وصي. اذبح هذا. والله صعبة اللعبة بدون لا تشوف اللي حولك يعني، بدون لا تدري وين ربعك وين عندك. هم كم واحنا كم؟ احنا 400 هم 300. حلو فايزين يعني. تعال تعال هذا هذا مات. هذا هو حصانه ولا شو السالفة؟ اذبح هذا اذبح هذا. ماشي يلا يلا كمل كمل عليهم عليهم يا الربع. كم باقي لهم؟ 200. حلو قصيت رجل والله كذا. رجل الفارس ساق الفارس يعني. قبل احنا نحارب في العصور الوسطى يعني رجل الفارس اذا طعنته كذي يموت. كل القوات شارك. فكملنا حصارنا والحين دخلنا القلعة ونبي نحاول ان نذبح نجرب السيف هذا سيف زوجي داخل المعركة. فطلع الحين عندي 8 ادري ما اقدر احذفه. شفنا مرات يزيدون مرات يقلون يا اخي. تحس كأنه في وحدة من المهارات تعطيك 30% فرصة انك تزيد رماحك ثلاثة.
اوبو لا لا خشتي لا الاثنين هذولا ما دانيهم ما ادري ليش دائما يوقفون هني ما يوصل مو ما يوصل تعال السلاح هذا على اريا يبيل اريا هذا والله حيل يبيل اريا الحصان الكبير تذكرونه خلنا نصعد هني خلنا نصعد هني نتاكد انكم موجودين هني اي ادري فيكم بس خلنا ننزل من حصاني يعني فشله جايهم على حصان بذبحهم تعال تعال اسمع صياح تحت واسمع وشوف ناس منحاشين وضاحت السالفه الربع جايين من هني ها وانتم منحاشين عشان تدافعوني يعني ولا تبي تذبحوني يعني الظاهر انكم جايين تذبحوني خلنا نذبح هذا قول لك قول له يا ساتر هذا يكسر الدروع جو الربع عاش هوي استلموهم استلموهم في ان شان جو سطع ما ذبح احد رفيجي اذبحكم كلكم تذبحون ربعي اذبحكم انا ولا تذبحون يعني ايه اهم شيء انه في موت يعني واحد منا راح يدفع الثمن فيقولون في حرب اوه خذوا نيرة في عدو خذوا نيرة بس ما ادري منو اثناء تأديتنا يعني قاعد نأمن منطقتنا الظاهر فيفيانا ارمي هذا مليون كاسل توني جاي توني ما اخذها يا شباب ما اقدر اغطي كل شيء عاونوني يا ربعي من ابيها تولاق اخذ تولاق يا الربع لازم تساعدوني ما اقدر اغطي كل المنطقة الحالي ولا ترى بذبح الناس شوف انا قاعد اقول لكم 589 من اللي قاعد يحاصرها تميون وهذا شنو بعد سيرونيا ها الحق تميون الحق تميون I don't care none of you are going anywhere سلم تميون على طول الجبان عطنا ريكروت واحد واخذ الجنود كلهم ونبنقط تميون داخل المدينة داخل القلعة هذه ها قفل علينا الباب رفيجنا صدقنا ما يستحي منو راعيها اركيت ها انا اوريكم اخر ارض راح تاخذونها انت اركيت بعد ها انا اوريكم يا اركيت شايف قفل الباب علينا عندنا 311 اوه هذه ما فيها اكل اصلا ما ادري شلون على طول تسلم سيرونيا من حاصرها احنا راح تسلم بعد ميزة قاعد يحاصرها فوستر اولا شو السالفة ما نقدر ندوز على طول تسلم يا اخي المدينة هذه غريبة غريبة شو ميرسي الظاهر اني بحرقها حطوا السجناء هني حتى بما فيهم تميون وربعه كلهم هذا الجيش اللي توه محتل ميريتور تعال تعال كم جيش نحن انا هاجم على الجيش قبل اشوف جيشي بطل بطل يا اخي اي دونت كير تعال بذبحك لا بعد اهدده طبعا هذه معركه يعني لازم ننتبه فيها ما نقدر نسوي حركات العبط فواحد روح هناك خلكم سكوير اثنين خلكم لوس أربعة خلكم هني ثلاثة خلكم F6 زين عنده 11 من من الخيال هذولا الهورس أرشرز نبي نروح نذبحهم وعنده غيرهم لا والله ما عنده جيش كنا جيشه مو كبير حيل يعني متعودين على جيوش أحجام أكبر وين حصانك؟ وين حصانك؟ منحاش بعد؟ حصاني اسرع من السيف اللي عندي تو هاندر روح وين الثاني؟ في احد ثاني بيموت؟ على بالي بعد
دام انهم مطولين قدم السهام هناك وجيب الرمات خلهم فوق وخلنا اربعه هناك وثلاثه اليوم الخياله على كيفهم اربعه بس الخياله الهورس ارشرز نبيهم يقفون في الموقع هذاك وهم طولين يعني 400 متر بيننا وبينهم. اوه جو هذول مره ثانيه تصدق ما يستحون. ها صاروا عندنا ثلاث رماح بس هذا الثاني. ها بعد في احد بيموت؟ في احد بيموت؟ اخ حط درعه. والله صار ما له حل ابو داكين. انا رايح لهم صح؟ توقعت شيء. طلعوا سيوفهم هذولا غير هورس ارشر. تصدق خيال عربي هذا؟ والله ما له حل ابو داكيم. ذابح خمسة زايد واحد بالرماية. كام جو مرة ثانية. ما تتوبون انتم؟ واحد اثنين ثلاثة. ولا شنو هذا اللي صار فيني توه؟ من اللي ذبحني؟ من اللي ذبحني؟ اللي صار مو طبيعي. فترن كارفان جارد وطالعهم واقفين دفاع. هم اللي هاجمين ولا احنا اللي هاجمين؟ شو السالفة؟ ما علينا، المهم ان بنحاول نوصل حق ميزيا بأسرع وقت ممكن. قبلها لازم ان نرسل نهد السجناء اللي عندنا 20,000 رانسوم. نروح ولا زادنا بالليفل. جيب لنا اي جنود الحين، عندنا حاجة كبيرة للجنود. علاجنا يعني قاعد يرتفع فنحتاج نعالج الناس بسرعة، بس حيل خسرنا اشياء ما لها داعي. 520 لوتر ولا بنرام هذا؟ والله خذاها. 691. خليك داخل المدينة. لا تطلع، ما يحتاج تطلع. ذابحك ما طلع. ها شنو سلم اول؟ شو السالفه؟ زين خلنا نحاصرك شوي. يلا عطنا شو ميسي. شكلهم عرفوا قائدهم يوم شافوه وقالوا لا يبا احنا ما نحارب ابو داخين. بس وين راح جيشهم؟ كاه منحاش ها. يا حليلك. زين انك تحاول تنحاش. حاصر القلعة هذه. شنك ما تشوفني. انحاش الاول ولا قاعد يطارد هذا؟ تعال. والله شنهم صادون. لا يكون الفومية. ولا اخ انا اللي قاعد اهدد. والله اني قوي. والله اني لا خلاص خلهم يروحون. قاعد اطاردهم ب400. لا هجموا علينا مرة ثانية. ها حلو. الحين ظنت ان عندها قوة فهجمت علينا. قبل شوي كنا احنا اللي نهاجم، فاذا هاجمنا هم راح يوقفون دفاع، بس الحين هم اللي راح يهاجمون فنقدر نلعب تكتيكات دفاعية. اي تكتيكات تقدر تسويها بالخريطة هذه؟ ما في صخرة حتى بعد نحتمي فيها. مالك وقف هني وانزل انت تحت. خلي اثنين هني فوق، خلكم لوك ذات واي. واحد خلكم هناك، خلكم سكوير. حلو. وثلاثة خليك في ستة. وأربعة خليك فوق السهام. أبيك توقف فوق السهام بس تطالع الجهة هذه. ها لا بعد أبيك تلف شوي يسار. أيوة احنا كم؟ اوه عندهم ناس هاجمين علينا. خيالاتنا معطينهم في ستة عشان يتحكمون بنفسهم، على امل انهم يذبحون هذولاك بنفسهم.
بس ظاهر لازم ابو داخم يتدخل بنفسه. 3 دمج الضربه الاولى، حلو، هذه مبشرات خير في المعركه. احذفهم بالرماح اذا تقدر، حلو. كاسينون مات، هذول ربعنا. السهام المشكله تعور ف... اوكي اوكي ربعي ربعي، خذوها تبي تذبحون نذبح. زين وين العدو؟ هناك. ها سهامنا يقدرون يشوفون؟ ايه اثنين بوس. ها خلكم بس اذا تقدرون تجون المنطقة هذه راح يكون افضل. حلو حلو، اشتغلوا عليهم سهام وانا اشتغل وياكم فعليكم بس. ها شوف هذا، واحد اثنين ثلاث، والله اعتقد ما يحتاج تسد يعني تنزل النيشان حيل ولا ترفع النيشان حيل، بس انه حاطين دروع السخيفين عشان كذي. المفروض اني جايب الكروسبو. هذا مهجم سهامه مره ثانيه، ها خلينا نشوف. اوه ايه سلينجر مهجم السهام مره ثانيه، كل مره يسوي نفس الخطا ما ادري ليش يا اخي. خيالتنا تقدمت، ذبحت السهام شوي. اشتغل عليهم اشتغل عليهم سهام، بس انه طالع شلون يهجم على المشاة الحين، على امل انه يسوي نفس الحركه نفس الخطا اللي كل مره، وعقبه نقدر نعطيه تشارج ويتوهق هو. خلصت رماحنا، ما نقدر نحذف رماح الحين. خلينا نشوف يوقفون جنودهم. يوقفوا، شوفهم شلون وقفوا قدام مشاتنا. هذا جاي يحاول يذبح سهامنا حقنا 72. فالحين انزل من حصانك. شوف نزل من نزل من ابو داخل من حصانك على النحاش يا حبيبي، تعال ارجع. ها ايش فيكم ايش فيكم؟ تشارج ربع، انتم خلكم فوق انتم السهام. ها عاشو. والله المفروض اني جايب رمح. شوف انسحبوا انسحبوا انسحبوا. ها ها ايش سالفتكم؟ تبون تهجمون ولا تنسحبون؟ شكلكم تذكرون معركة الصخرة. هذا شنو جايب وياه؟ مشعوذ مشعوذ، وين المشعوذ؟ احلى شيء دروعهم حمر يعني عشان نعرفهم، بس هم قاعد اطق ربعي. صار اني اطق العدو اذا ما اذا ما مات يعني انه رفيج. وميز يدلك على انه يعني ميزات تطويرات الربع اللي قاعد نتعب عليها طول هالوقت لها طعم، لها تأثير في المعركة. شباب لا تهجمون حيل لأن ترى المعركة مو منتهية. ارجعوا لي ارجعوا لي، وينكم واحد؟ ارجعوا ولا طلعون وصلوا. ارجعوا هني، فولو مي فولو مي فولو مي. اعتقد انهم يقاتلون وهم جايين، عرفت؟ على عكس اذا اعطيتهم تعالوا الموقع هذا، خصوصا ان نبيهم يجوني على شكل سكوير، فابي الفورميشن مالهم ماسك ما يخلونه. عندنا هني واجد والله، عندهم شنو انت 92 شنو ما يموت سلينجر ليفل شنو. حلو سهامنا، اتوقع خلصت سهامكم، فاخذوا شارك. نفس الحاله معاكم انتم. الحين صفينا عدنا تنظيم مشاتنا تاهم كلهم. حلو خيالتنا قاعد تنطلق، خيالات السهام طلعت من يمين، وعندنا السهام نزلوا ياخذون سهام بعد. ربعي غطوني غطوني، لا موت انا. ها والله ودي اني اجيب بس جيش من الشادو جاردين ولا المشات، بس مشات ولا جيش بس خيالات سهام. ايش رايكم؟ حطوا لنا والباقي هذول الجنود اللي عندنا الحين نقطهم داخل شو اسمه، داخل حامية وحدة من مدننا. نمشي مشوي يعني مشوي يعني مشوي. 67 ليش؟ مشات وياي. تعال تعال تعال. تعال كام 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 الأعداء كام. كام الأعداء قدامك من ربع. حلو. اصبحوهم وانتم جايين ها؟ واحد تشارج
هجوم الحين قلبوها خضراء، هذه صفحة كاملة خضراء. اوه حولت سهاما، متى حولت سهاما؟ 200 ضد 270، هذا قاعد يخسرون. بس الحين تبي تجي يبي يجي الاسناد، فما ندري كم راح يجيب لهم. 200 للحين، بس الحين حر الدعم اللوجستي مالهم. اح الربع حموني كلكم شاطر، كلكم شاطر، كلكم شاطر. للحين ما جاء دعم. هل هذا هل ذبحنا احنا ذبحين 900؟ متى ذبحنا 900؟ والله بغوا يحموني الربع بس ما مداهم. انتبه لي. مات منا احد؟ لا ما مات من ربعنا، من القاده ما مات احد. ما ادري عنهم. يربون هذاك المنحاش. والله تعبت بالمعركة هذه. ولا القائد لحن مانعنا من أن ندخل المدينة. لازم نرجع أونيرا قبل لا تنتهي اللعبة. فعندنا ميزية خلصنا منها، نبي نروح لها الحين. هذا قاعد يحاصر سيروني، سيروني على طول راح تسلم. شلون جيشنا، شلون وضعنا دبلوماسية؟ 6000 ضد 4800 الحين قاعد نقاوم. اللي بميزيا قاعد يجيب لنا 763، زين دخله زين. ناقصنا بعد مكان واحد زيادة. توقع لو نجي هنا نبني لنا نفس الشغلة، ولا نبني لنا شيء للحديد بالحداد أفضل. الانفنتوري مالنا 84 أسير بس باقي. توقع نحتاج أن نرجع المدنة ناخذ لنا جنود، ناخذ حامية. فخلنا نأمن أونيرا ونأمن المناطق اللي حولها ونرجع حق ولا تدري شلون. خلنا نخلص من هذول. خلنا نشوف إذا مدينة نوصل حق سيروني، مع أنه ما أعتقد. روة موجودة بس مو قادرة أنها تحاصر، مو قادرة أنها تسوي شيء. ليزيا مو جيش لليزا. روة بس عطليهم، بس عطليهم، هذول ما راح يحاربون. سيرونيا فيها مشكلة. اي دش المعركة، دش المعركة. بس عاشت داشة معركة خسرانة بس عشان تعطلهم. والله كفو، والله كفو. لا تحاتي وصلنا. عدد قوات العدو حيل قليل. توقع ان ابو داخيم الحالة يقدر يفوز في المعركة، يعني 270 جندي فقط. فنبي نروح نهجم عليهم على طول، يعني ربعنا ويانا، ونشتغل عليهم في المعركة يعني نفسها. فأبو داخيم أول شيء يطلع المعركة ويروح يذبحهم بنفسه بالرماح أول شيء، بعدين بالسهام، وبعدين بالسيف. سواخر شوي، فتح مجال. حلو، الحين سهامنا. حلو حبيبي، عبالكم اضحك من اقول لكم كافي عليكم. لا مو كافي الله. تعالوا ربعي. خياراتنا دشت عليهم يعني، فما يعني وضعنا زين، وما على ابو داخل خوف. بس اذا ما ذبحنا حصن ربعنا ماكو مشكلة يعني. الله دقيق صاير حيل بالسهام، ذكرني بأبو داحم. تعال الحين وقفني. أبو داحم ما كان يرمي بالسهام؟ أوكي. بس أبو داحم كان يسوي كل شيء. تعال أنت اذبح هذولا، ما أدري إيش واقفين مو قاعد يسوون شيء. اذبحهم واحد كذي. ما يحتاج إنك تذبح سبعة، اذبح واحد يعني شوي لين تفوز، عرفت؟ بس لا نخسر قوات واجد، فأحرص أنك تذبحهم بأسرع وقت ممكن، بأسرع وقت ممكن. مو يعني على طول تذبحهم وتنتحر، لا شوي لين تفوز. كم خسرنا؟ خسرنا 21، واحد من أبو داكيم ذبحه 37. حلو،
وذبحنا لليزا هذه اللي محاصره مدينتنا. زين تسوون يا الربع، زين تسوون. نحتاج ان نعالج الفتره، فمشينا الوقت شوي، اتوقع ان راح نقدر نعالج جنودنا بشكل جيد جدا. فنبي نمشي الوقت واحنا داخل المدينه ونعالج ربعنا ونعدل الكوهيجن مالنا. رفيجنا هاجم على اونيرا، يبي يحتلها. اذا قدر يحتل اونيرا اعتقد ان هذه علامتنا ان نرجع ونعيد تنظيم قواتنا. 6600 دخل، حلو حلو. ايش كثر الاراضي وايش كثر الاوامر فلاحظ لاحظ ان قاعد يتعالجون الناس بشكل سريع. هذه لان تركيزنا كان على المدسن لفتره طويله. فاذا وقفنا اللعب، وقفنا الحرب، شوف البارتي. سلام، جندنا واحد بزنت فلاح جبناه حق الجيش. عادي، على الاقل جيش، على الاقل عسكري. ناقصنا جيش 150، نحتاج زياده. ف ربعنا الحين قاعد يحاصرون اونيرا، شيء طيب. وجودنا في المنطقه شوي بس نعدل الارقام اللي فوق، يعني على الاقل يحسون انهم بشر اللي عندنا. زين، صار عندنا 200 جندي، فالحين نقدر على الاقل نتحرك لمنطقه ثانيه. يعني 400 جندي شايل جيشنا. وكم وصلنا بالميديسن؟ وصلنا بالمهارات الثانيه. الميديسن 135، قاعد ترتفع، ارتفاع طيب. الانجينير وصلنا 101، وعندنا الليدرشيب 280، 297 هنا بالستورت، هذا 243. خلنا نصعد فوق الحين ونشوف. ماكب اتوقع ماكب فيها جيش. انا بالطريق الماكب حاصره وميزيا مره ثانيه، بس هذا الظاهر انه بارتي واحد مو جيش كبير. فنبي نلحق على ميزيا، نبي نشوف اذا نقدر نأمنها. يعني ما صار لهم وقت طويل، بس خوفي كذا جيشهم كبير حيل يمديهم يحاصرون بسرعه. كاهم شاف جيشنا وانسحب. حلو، خلينا ندخل المدينه. ليش دخلنا المدينه؟ نحتاج ريكروت، للحين نحتاج ريكروت. وغير هذا عندنا بريسنرز رانسوم. اوكي، الحين تعدل جيشنا زياده بعد، وصلنا 497. بنمر القريه هذه اذا نقدر ناخذ فيها ريكروت شويه. الله، الربع قاعد يجندون على طول. الظاهر ان نحتاج ان نهد ربعنا يجندون. طالع نسون، مو نسون، جاتو عنده 20 جندي بس. نبي الجيش اللي هني، وين راح؟ هذا قاعد يحاصره. الظاهر انه قريب هني، جاي حق اونيرا يمكن. هذول جندوا على طول، ما يخلونك. وين الجيش؟ وين الجيش؟ خلينا نشوف اذا كان موجود هني. هانزو اعلن علينا الحرب، اونيرا قاعد يحاصرونها. اوكي، جيشين جايين اونيرا، ما عليك، ما عليها خوف. ما انسحبت. يا اخي انا استانس اذا جيت حق الجيش وانسحب على طول. ريكروت، ما في ريكروت. ارينا، ما في شيء. هني عطنا المرسنري هذولا بس تجيب لنا جيش. واطلع حق هذولا. تبون نذبحكم ولا ايش وضعكم؟ انا بذبحك، انا جاي اذبحك. 800 جندي عندك، كم باقي لهم؟ ترى ذبحنا منهم واجد، 7000 للحين. المعركة نبي نهجم فيها بالمشات بشكل سكوير، نعطيهم ادفانس. نبي نجرب نحرك الجنود بس من بعيد. الرماة نبي نعطيهم تشارج 4، نبي نعطيهم تمركز عادي في 6 3. ولا تدري شلون، خلنا نقود المعركة بتكتيك من البداية. ف3 ابيك تجيب لي هني وفي كتيبة، و5 بيك تدخل مع 3. فاضغط F5 ودش مع خيالتنا. خلت الخيالة كلهم مجموعة واحدة. و1 نبيك تقدم شوي شوي. 4 اطلع لي من يمين. و3 خليك تلعب ورا. وين رماتهم؟ خيالة السهام عندهم هذولا 3 بس، مو شيء. هذولاك 2 هني 24. فخيالة السهام مالتنا قاعد يتقدمون. مشاتنا وضعهم زين، فمشاتنا خلكم على اللاين عشان توصلون بشكل اسرع. 3 غطوهم من يسار شوي. 3 ابيكم تذبحون اللي هني، ابيكم تجون هني. ف1 تقدموا لهني. 2 ابيك توقف
على طريقة اللوس، أبيك تشارجك بس على طريقة اللوس. خليك يعني خليك ادفانس الحين، ادفانس انهم يرمون على ابعد مدى، عرفت؟ فنبي نوقفهم. ولا تدري شلون؟ تعال هني، تعال هني، واحد تعال من الميمنة وبيك الحين تحول على سكوير، واربعة ابيك تجي هني، ثلاثة من موقعكم خذيت الموقع هذا تعالوا هني، فواحد تقدم للموقع هذا عندهم خيالتهم راحت هناك، اربعة عندكم مدى تشوفون، لا والله اني داري، أربعة أبيكم تروحون هني، واحد أبيك تقدم للنقطة هذه، واثنين موقعكم زين، اثنين موقعكم زين، تعالوا هني تعالوا هني، ثلاثة تعالوا هني، أربعة شلون وضعكم؟ دشيتوا على السهام على خيالاتهم، لف 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 شوي، لف شوي، لف شوي، ارمهم بالسهام. الحين روح لتشارج، روح لتشارج، اثنين خليك بموقعك، ثلاثة تعال هني. هذول راح يطلعون من يمين يغطونهم، المشاة اقتحموا في الهجوم، وطالع خيالاتنا جاية من ورا، طالع خيالاتنا جاية من ورا. الحين نعطيهم تشارج، دشوا عليهم، يا سلام، اي كذي صح، كذي صح. واربعة قاعد يغطون من بعيد، بس ان عندهم قاعد يشغلون خيالاتهم، يشغلون السناد مالهم، هذه قوات السناد مالتهم، فقدامهم رقم اربعة يذبحونهم، ويعني معركة. هم قاعد يعيدون تنظيم نفسهم، فإذا عاد تنظيم نفسه ما يقدر يركز بقواته لحالها، ف يعني ما يركز بجيشه كامل. وعندنا الدعم جاينا من ورا، حلو، 101 104، بس تشوفهم جايين على طول يركضون، ربعنا بيلحقون على الموقع، وقدرنا نكسر صفوفهم. كم ذبحنا؟ ذابحين 470 480، وهم ذابحين 49، لا 60. انتصار سهل. و لا والله عندهم قواتهم بعد، لا هذا حد قواتهم، هذا حد قواتهم، فعطهم صفر تشارج. يو هيت فريندلي تروب، الظاهر ابو داخين يعني نفس راعي، حتى لو انك ما تلعب انت بالشخصيه، فانا بنهاجم عليهم الحين، عاد نذبحهم ابو داخين. نزلنا بالحصان، نذبح لك واحد ولا اثنين بسرعه عشان نرفع المهارات الثانية. اذبحه، حلو، تعال 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 تعال. بعد في شيء؟ هذول كنا في احد هني، هذا هذا ابو درع، ولا ذبحه هذا يا الربع، باقي ستة بس. لاحظت ان رفيجنا قاعد يهاجم وينسحب، يهاجم وينسحب، عنده 300 جندي قاعد يطارد هانزو ب 900، فدشينا علينا بنفزع رفيجنا 600 ضد 900. لو احنا نبي نحارب بدون ربعنا، احنا ان جو ربعنا راح تصير المعركه سهله. بس المعركه هذه راح نخليها حق الفيديو الجاي. اشكركم شباب على المتابعه، لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم بالفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.